من جانبه أكد قائد عمليات صلاح الدين لواء الركن عبد المحسن حاتم موسى أن هناك آلية اعتمد في عملية التحاق ونزول الضباط والمنتسبين بما يضمن سلامتهم ويحقق الموجود الفعلي في الوحدات العسكرية. صدرت الأوامر من السيد رئيس أركان الجيش المحترم بأن تكون الوجبة حاليا اللي هي مجازة تبقى تستمر لغاية 31/3 تلتحق، وأثناء الالتحاق بالاتفاق مع قيادة عمليات سامراء والسيد المحافظ ودائرة صحة صلاح الدين راح يكون فحص لهم شامل في جنوب المحافظة قبل دخولهم بجميع العسكريين سواء المناطق الشمالية كركوك صلاح الدين نينوى راح يتم فحصهم ونتأكد من سلامتهم. راح يزودون بأوراق أن ذولا مفحوصين وراح يدخلون وكل من يروح إلى وحدته. الوجبة الثانية طبعا راح تتكامل الوحدات يوم 31، يوم 1/4 تنزل الوجبة 15 يوم، وثاني عن الوجبة اللي بعدها تنزل 15 يوم، بيكون العمل بنظام 50%.